في شوية بقى probability distributions مشهورين جدا، مهم جدا ان انا اكون عارفهم، هنقابلهم كتير لان دولت الكومون في التشانل ديستريبيوشنز او التشانل جينز، وهنجيب لهم المومنتس كتير وهنجيب لهم الكاركترستيك فانكشن كتير. فضروري ان انتوا تبراكتس كالكوليتنج الاستاتستيكال افريجز اوف الديستريبيوشنز دي. طبعا اليونيفورم ديستريبيوشن ده معروف ان انا عندي حاجه يونيفورملي ديستريبيوتد ما بين مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو، فانا البي دي اف بتاعي كونستانت ما بين فاليو A وفاليو B، وبالتالي الفاليو بتاع الكونستانت دوت الفاليو بتاع البي دي اف لازم تبقى 1 على B ماينس A. ليه؟ عشان تفضل الاريا هنا اهوت بيساوي 1. عندي كمان الجاوسيان ديستريبيوشن او النورمال ديستريبيوشن اللي احنا عارفينه كويس، اللي بيكاركترايز الديستريبيوشن او الامبليتيود ديستريبيوشن في الاي دبليو جي ان. بعد كده عندي الرايس الريلي والنكاجامي ام والرايسيان والكاي سكوير ديستريبيوشنز، دي ديستريبيوشنز للفيدنج تشانلز اللي احنا تاني هنستعملهم كتير وهنشوف. طب انا دلوقتي احنا يمكن في الاندر جرادويت ستاديز اتعلمنا لو انا بعمل ديجيتال كوميونيكيشن اوفر اي دبليو جي ان ايت ايرور ريت يبقى شكله عامل ازاي. طيب ايه اللي هيختلف لما تبقى فيدنج تشانل والجين بتاعها مش ثابت، في حاجه غير النويز؟ فهنتعرض للفيدنج تشانلز والديستريبيوشنز بتاعهم وهاو ذس ويل افكت اور كالكوليشن للبي دي اف وال سوري للسيمبل ايرور ريت وللثروبوت او التشانل كاباسيتي. تمام، برضو من الحاجات المهمه نبقى عارفينها حاجه اسمها التشيرنوف باوند والسنترال ليميت ثيرم. انا لو انا عندي راندوم فاريبلز كتير وعايز اعمل شويه ابروكسيميشنز، ايه الابروكسيميشنز اللي ممكن بنستعملها؟ فمن اشهر الابروكسيميشنز التشيرنوف باوند والسنترال ليميت ثيرم. هجو كويكلي ثرو بعض الحاجات ديت، وانتوا تاني انتوا مطالبين ان انتوا تراجعوا الكلام دوت. الجاوسيان ديستريبيوشن الوان ديمنشنال جاوسيان راندوم فاريبل اللي انا عندي سنجل راندوم فاريبل، ده الاكسبريشن الشهير للبي دي اف، وير ميو هي المين وسيجما ده الستاندرد ديفيشن او الفاريانس بتاعنا سيجما سكويرد. ده من الحاجات اللي الناس بتلخبط فيها، وسيجما ولا سيجما سكويرد؟ ما يعني المفروض نبقى مركزين في دوت. السيجما سكويرد ده الفاريانس، سيجما ده الستاندرد ديفيشن. السي دي اف اوف الجاوسيان ديستريبيوشن اللي هو بيجي عن طريق ان انا انتجريت البي دي اف بتاعي اوف اكس من نيجاتيف انفينيتي للفاليو بتاعتي، فلو انا عايزها اكس يبقى ارجع تاني اغير الارجيومنت نوت واخليه اي حاجه مثلا جاما بحيث ان يطلع لي الانتجريشن ده فانكشن في اكس. الانتجريشن دوت للاسف مش ما يدينيش اكسبريشن بسيط بولينوميال او حاجه، بس اتس ا ويل نون فانكشن اسمها الايرور فانكشن، او ساعات نحب نعبر عنها ان ترمز اوف الكيو فانكشن. الايرور فانكشن ديت هي فيها الانتجرال اكسبريشن من 0 لاكس. طب لو انا عايز من نيجاتيف انفينيتي، عايز اعمل من نيجاتيف انفينيتي لاكس، ماشي، ما انا ممكن دوت اقسمه انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي ل 0 زائد انتجريشن من 0 لاكس. طب الانتجريشن من نيجاتيف انفينيتي ل 0، ما هو انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي ل 0 لجاوسيان ديستريبيوشن بفرض ان المين بتاعي بزيرو، الاريا ديت ما هي دي نص الاريا بهاف، ماشي. والانتجريشن الثاني بقى اللي هو من زيرو لاكس ريبريزنتد باي الارف فانكشن. فبرضه انتوا براكتس ان انتوا تعملوا الانتجرال دوت وتقسموه اثنين وتشوفوا هتوصلوا مظبوط للاكسبريشن دوت وير الديفينيشن اوف الارف فانكشن كده. برضه انذر function special functions that we usually encounter واحنا بنشتغل digital communications الكيو فانكشن. الكيو فانكشن برضه integration من x لانفينيتي. طب ما انا عندي integration من negative infinity لx، ماشي خلاص، مجرد ما تعمل transformation of variables تقدر تحوله من x لانفينيتي، او تقدر تقول ان ده بيساوي integration
من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي ماينس الانتجريشن من اكس لانفينيتي. طب الانتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي هانتجريت بي دي اف من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي يديني 1، ويتبقى لي الانتجريشن من اكس لانفينيتي اللي هو اقدر اعبر عنه بدلاله الكيو فانكشن. فيبقى برضو هنا يور تاسك تشوفوا لي ده بيساوي ايه in terms of الـ Q function. طيب الـ moments بتاعت الـ one dimensional Gaussian random variable الـ characteristic function can be found to be e power j t mu minus t squared sigma squared على 2، where تاني الـ t sorry الـ mu والـ sigma squared دولت الـ mean والـ variance. برضو this is يعني تاسك بالنسبه لكم ازاي فعلا given البي دي اف ده اقدر احسب الكاركترستيك فانكشن دي. تمام، فزي ما انتم هتشوفوا او يعني ابتديتوا تشوفوا عندنا يعني ديستريبيوشنز كتير لازم نكون عارفينها، ديفينيشنز كتير للاستاتستيكال افريجز عارفين الديفينيشن بتاعها، انجرالز كتير محتاجين نبقى عارفين بتتحل ازاي. طيب من الكاركترستيك فانكشن ديت اتفقنا ان احنا نقدر نجيب كل المومنتس، فلو انا عايز اجيب الكيث سنترال مومنت او الكيث مومنت، فالكيث سنترال مومنت برضو through derivation you need to practice دوت او to make sure you can drive دوت، يطلع لي لو الكي دوت is an odd number، لو انا بتكلم على مثلا الثيرد سنترال مومنت او الفيفث سنترال مومنت او اي odd central moment يطلع لي السنترال مومنت دوت بزيرو. لكن لو بتكلم على even central moment فال even central moment دوت يطلع لي function في السيجما بتاعتي specifically، يعني يديني سيجما باور كي ومضروب في فاكتور هو عبارة عن 1 times 3 times 5 times 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 k minus 1. يعني لو انا بتكلم على مثلا ال 6th central moment فاللي هو اكن حاطط الكي بتاعتي ب 6، يبقى انا عندي سيجما باور 6 والفاكتور اللي وراها دوت هفضل اضرب الاود نمبرز لغايه 6 ماينس 1 اللي هي تبقى 1 تايمز 3 تايمز 5 يبقى 15. طيب لو انا عندي الكي بتساوي 4، الكي بتساوي 4 يبقى انا عندي سيجما باور 4 ويبقى هفضل اضرب نمبرز لغايه 4 ماينس 1 3 بس اود نمبرز يبقى 1 تايمز 3 3 يبقى انا عندي 3 في 6 باور 4 3 في سيجما باور 4. الفورث سنترال مومنت دوت اللي احنا بنسميه مثلا الكيرتوسيس، زي بالظبط ما السكند سنترال مومنت بنسميه الفاريانس، الفورث سنترال مومنت بنسميه الكيرتوسيس. برضو دوت ليه؟ عشان بيبان لنا في حاجات كتير. يعني مثلا لو احنا عندنا بروبلم في كوجنيتيف راديو سيستم، بالمناسبه برضو احنا ممكن في لما نوصل لمرحله الادفانسد توبكس يعني ممكن ناخد جزء ريلينج جزء ريلينج او كوبريتيف سيستمز وجزء كوجنيتيف سيستمز. في الكوجنيتيف راديو سيستمز عندنا حاجه اسمها سبيكتروم سينسينج. سبيكتروم سينسينج انا بعمل استيميشن كده هوت فروم energy measurements اذا كان في activity في transmit في current transmission على الوايرلس شانل ولا ما فيش. طيب فالسبيكتروم سينسينج دوت يتطلب ان انا اعمل استيميشن، انا هميجر انرجي واشوف هي الانرجي دي اكبر من كذا ولا اصغر من كذا، وكذا ده is a threshold that can be optimized يعني عشان احسن الديتكشن بتاعي. طيب الاستيميت بتاعي دوت اكيوريت قد ايه، امتى يبقى عندي كوريكت استيميت وامتى يبقى عندي انكوريكت استيميت، فانا بحسب بروبابيليتي الكلام ده. طيب الاستيميت ده دايما ما انا الريسيف لو انا في اكتيفيتي لو في حد بيبعت سيجنال فهو بيبعت اكس فانا هيجي لي اتش اكس بلس ان، ده تاني السيمبل موديل ده اديتيف نويز وده اتنويشن فاكتور. طيب لما باجي احسب الانرجي وكان انا عايز احسب واي سكويرد مش كده،
ففيها ترم في اتش سكويرد وفيها ترم في ان سكويرد. طيب لو انا عايز احسب بقى المين بتاع الواي سكويرد او الفاريانس بتاع واي سكويرد، خلينا نشوف الفاريانس بتاع واي سكويرد. الفاريانس بتاع واي سكويرد كان عايز احسب الاكسبكتد فاليو، يعني خلينا نسمي ده ار، عايز احسب الاكسبكتد فاليو لار سكويرد اللي هي الاكسبكتد فاليو لواي باور 4. انا عمال اضرب الابسوليوت فاليو يعني عشان ابسط لكم بس الفكره. طيب واي باور 4 ديت ما هي فيها ان باور 4 صح؟ لو ان دي جاوسيان نويز ففيها ان باور 4، يبقى من ضمن الحاجات اللي هنلاقيها انا عايز اجيب الاكسبكتد فاليو لان باور 4. طب ما الاكسبكتد فاليو لان باور 4 ده الكرتوسس بتاع النويز اللي هي جاوسيان ديستريبيوتد، فاللي هو ده الفورث مومنت اللي هو 3 سيجما باور 4. تمام؟ انا تاني انا بحاول اوصل لكم انه ميني يعني بروبلمز او ميني كيسز وير وي انالايز كوميونيكيشن سيستمز بنحتاج فيها البروبابيليتي وبحتاج فيها الكلام دوت، اظن هو يبان يعني كلام ثيوريتيكال وملوش لازمه، لا بنحتاجه كتير. تمام؟ طيب فعشان كده ضروري ان انتوا، للاسف ده كلام مش بيتحفظ، ده كلام بعرف ادرايف ات ولا لا. تمام؟ فلازم تو براكتس ان انتوا يو كان درايف الحاجات ديت. ماشي؟ سيميلرلي برضو النون سنترال مومنت اللي هو الاكسبكتد فاليو الاكس باور كي can be calculated بالطريقة ديت. Where summation دوت عندي ده اللي هو البينوميال فاكتور اللي هو أكنه ساعات نكتبه KCI choose I من K، وعندي هنا ميو باور I وهنا ميو K minus I، where الميو هات ديت هي المينز بتاعتي أو الأفريجز بتاعتي. تمام؟ طيب لو انا عندي summation of n statistically independent random variables، احنا قلنا من شويه لو انا عندي summation ل 2 random variables، طب لو هم n random variables ماشي، ما it can be generalized بقى، لو هم statistically independent يبقى مجموع n random variables البي دي اف بتاعهم هو الconvolution ال nth convolution او الconvolution لل n بي دي افز بتاعتهم، او بالكاركترستيك فانكشن ابروتش يبقى حاصل ضرب الكاركترستيك فانكشنز بتاعته. تمام؟ فيبقى هنا الكاركترستيك فانكشن اوف واي هيبقى الكاركترستيك فانكشن اوف اكس 1 تايمز كاركترستيك فانكشن اوف اكس 2 تايمز كاركترستيك فانكشن اوف اكس 3 اند سو اون. طب لو انا عندي such كاركترستيك فانكشن وضربتها في واحده زيها، فلحسن الحظ هنا الكاركترستيك فانكشن دي اكسبوننشال، فيبقى لما هضرب اكسبوننشال في اكسبوننشال يديني اكسبوننشال والاكسبوننتس تتجمع، فلاقي ان الترم اللي مضروب في تي بقى فيه ميو 1 بلس ميو 2، والترم اللي مضروب في تي سكويرد بقى فيه سيجما 1 وسيجما 2. طب ما يبقى معنى كده ان مجموع تو جاوسيان راندوم فاريبلز از انذر جاوسيان راندوم فاريبل، والمين بتاعهم بيساوي كذا والسيجما بتاعه بيساوي كذا. يبقى برضو هنا اقدر، خلي بالكم ده ان جنرال مش اتس نوت ا رول، يعني تو يونيفورم راندوم فاريبلز مجموعهم از نوت يونيفورم. حد يقدر يثبت لي الجمله اللي انا بقولها ديت بسرعه؟ ايه اللي يثبت لي ان مجموع تو يونيفورم راندوم فاريبلز از نوت يونيفورم؟ البي دي اف بتاع اليونيفورم راندوم فاريبل شكله عامل ازاي؟ يونيفورم ريكتانجلر. طيب مجموع تو راندوم فاريبلز البي دي اف بتاعهم احسبه ازاي؟ كونفوليوشن. طب لما اعمل كونفوليوشن لتو ريكتس يديني تريانجل، خلاص ما بقاش يونيفورم اني مور. لكن الجاوسيان ديستريبيوشن از ا فيري سبيشال ديستريبيوشن، يعني هو واثنين ثلاثه تانيين يتعدوا على الايد distributions. لو انت عندك a number of random variables that follow that distribution مجموعهم يبقى ليه نفس الديستريبيوشن. تمام؟ فده that's not general, that's very special case applies هنا على الجاوسيان random variable. عشان اثبتها ازاي؟
هات الكاركترستيك فانكشن، اضرب الكاركترستيك فانكشن في another characteristic function of another Gaussian random variable وبروف انه it has the same form of the characteristic function of a new Gaussian random variable. الapproximations او التيل bounds، التيل probabilities والشيرنوف bounds والcentral limit theorem، ساعات دي كلها approximations بنستخدمها لما يكون الاناليسز صعب شوية او انا already مهتم باللimits مش مهتم بال any distribution. فمثلا من ضمن الـ definitions اللي بنصادفها كتير حاجة اسمها tail probability. فهي tail probability هي area under the tail of the PDF. يعني انا عندي مثلا really distribution بالمنظر ده، شكل الـ distribution بالمنظر دوت، ده R وده B of R where R ده is really distributed. عادة ببقى بلاقي في حساباتي اقول انا عايز اجيب الـ probability ان R اكبر من الدلتا دي، فده اللي بنسميه التيل ديستريبيوشن اللي هو عاده بتبقى بروبابيلتي قليله، وعاده بنلاقيها واحنا بنحسب البروبابيلتي اوف ايرور. ما هو امتى يحصل ايرور؟ لو الار دي اكبر من فاليو معين، لو الاتنويشن اكبر من فاليو معين. فبن انكاونتر التيل بروبابيلتي دي كتير. فالتيل بروبابيلتي هي البروبابيلتي ان اكس لارجر ذان ا سيرتن فاليو او الانتجرال من دلتا لانفينيتي لبي اوف اكس زي الحته الشيد ديت. طيب ف وان واي تو درايف بقى الشيرنوف باوند ان ابروكسيميشن للتيل بروبابيلتي ديت ان انا اقول الاتي. ما هو انا دي ممكن از ماثيماتيكال مانيبيوليشن اقول ما هي اكن الاريا دي، سوري اكن الانتجرال ده، اكن عندي بي اوف اكس خدتها كلها بس ضربتها في ستيب فانكشن. يعني اكن الديستريبيوشن ده هضربه في ستيب فانكشن شكلها اعمل كده، 0 هنا و1 هنا، وها انتجريت بقى حاصل الضرب ده من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي على اساس ان حاصل الضرب اوريدي في الانترفال دي بزيرو عشان هنا بزيرو، وبعدين في الانترفال دي اكن بقى انتجريت بي اوف اكس، فيبقى اكنه انتجرال لستيب فانكشن عند الدلتا 0 قبل الدلتا و1 بعد الدلتا لبي اوف اكس، والانتجريشن بتعمل نيجاتيف انفينيتي انفينيتي. عملت انا الكلام ده ليه؟ عشان بقى دلوقتي الانتجرال دوت في صوره انتجريشن على ذا هول رينج لحاجه ويتد باي بي اوف اكس. طب ما هو ده الديفينيشن بتاع الاستاتستيكال افريج، يعني اكنه الاكسبكتد فاليو للارجيومنت دوت، يبقى اكنه الاكسبكتد فاليو ليو اوف اكس ماينس دلتا. هعمل ايه بعد كده؟ هاجي اقول ان يو اوف اكس ماينس دلتا ده دايما الستيب فانكشن دي دايما اقل من الاكسبوننشال فانكشن اي باور الفا اوف اكس ماينس دلتا اللي هي اكسبوننشال فانكشن عامله كده اهو. سوري اكسبوننشال فانكشن عامله كده. فدايما في الرينج ده الستيب فانكشن دي اصغر من الاكسبوننشال فانكشن اللي شكلها عامل كده. فلو انا خدت الاكسبوننشال فانكشن دي في الاعتبار يبقى انا التيل بروبابيلتي دي اقل من لو انا حسبت الاكسبكتد فاليو بس اي ريبليسد ده باكسبوننشال. ايه اللي مميز في الاكسبوننشال؟ انه اكسبوننشال، فالانتجرالز اللي بتانفولف اكسبوننشال تيرم عادة بتبقى ابسط. طيب تعالى اما نكمل الباوند، فيبقى بنقول انه التيل بروبابيلتي اللي هو بسطناها انها بتساوي الاكسبكتد فاليو للستيب فانكشن اصغر من الاكسبكتد فاليو للدلتا للاكسبوننشال فانكشن دي. ماشي، الاي باور نيجاتيف الفا دلتا ده كونستنت يطلع بره، يتبقى لي جوه الاكسبكتد فاليو الاي باور الفا اكس. ده شبه ايه بقى؟ ها؟ ده شبه الكاركترستيك فانكشن صح؟ اكشلي ده اللي انا قلت لكم المومنت جنريتنج فانكشن. اكسبكتد فاليو اكسبكتد اكسبكتيشن لاي باور حاجه في اكس. فده يعني وكان ده الكاركترستيك فانكشن بس انا شلت الجي تي وحطيت بدلها الفا. صح؟ او اللي هي المومنت جنريتنج فانكشن على طول. طيب فده كده اللي بنسميه التشيرنوف باوند. ان انا عايز تحسب التيل بروبابيلتي هي اي باور نيجاتيف الفا
خلي بالنا الفا ده arbitrary parameter لغايه دلوقتي. في الاكسبكتد فاليو الاي باور الفا اكس. طب عشان اوبتين التايتست شيرنوف باوند الفا شود بي اوبتمايزد. شود بي اوبتمايزد ازاي؟ ان انا عادي زي اي حاجه بعمل لها اوبتمايزيشن، اشوف طب الدريفاتيف بالنسبه ليها بيساوي زيرو امتى؟ تمام؟ فيبقى التايتست شيرنوف باوند ده الشيرنوف باوند فور اني ديستريبيوشن بقى. طيب التايتست شيرنوف باوند ان انا ادرايف الكلام دوت بالنسبه للالفا واحسب الالفا بكام واعوض بيها هنا اهو. تمام؟ فديت حاجه مش الاوبتيمم الفا او التايتست شيرنوف باوند مش حاجه ثابته لاي ديستريبيوشن، دي بتعتمد او بتختلف من ديستريبيوشن للتاني.